سلام بنات، يا ربي الفيديو ديالي اليوم يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم غادي ندير معكم شي فلور في الفران بالنسبه للمبتدئات، ولا اللي بغى يديرو مثلا عشاء خفيف او لا غدا خفيف يكون مرافق هكا مع الحوت ولا شي حاجه كنديروه في الفران. السهل مهل وتيجي لذيذ. عندنا شي فلوره وحده كنقشروها، كنحيدو لها الوردات ديالها، كنغسلوها، كنصفيوها وكنديروها تسلق، كنديروها تسلق نسلقها. من بعد نمشيو للمقادير. عندنا 3 ديال البيضات، عندنا كاس تاع الحليب، لا كريم فريش، عندنا ملح وبزار، قزبور ام عدنوس، وعندنا بصله مشلضه. بالنسبه للبصله المشلضه كاين اللي كيبغيهاش ما كيبغيهاش هكا كروكون، يديرها شويه يديها ويجيبها شويه في مقيله مع الزيت عاد اضيفها. من بعد انا غادي نوريكم كيفاش. الو، هنايا كيبداو المقادير. عندنا 3 ديال البيضات، كنضيفو ليهم شويه ديال لاكريم فريش، وهنايا ضفت نص كاس ديال الحليب لانني درت شويه ديال لاكريم فريش. وعندنا ديك البصله المشلضه اللي شلضنا من قبل، كاين اللي كيبغيها هكذا كيحس بها، كاين اللي يديها شويه ويجيبها في المقله كيف ما قلت لكم. ايوا، ومن بعد كنديروا الاضافات المباقي، وكنزيدوا شويه ديال الزعتر وشويه ديال الكمون اضافه اللي بغى. انا بالنسبه ليا كنضيفهم كيجيو لذاد، كيعطيهم واحد البنه واخا ما ذكرتهمش في الاول. هنا البنات من بعد ما كنخلطوا الخليط ديالنا، كناخد واحد المول اللي مدهون ديجا بالزبده، ولا خليوه بلا ما يكون مدهون، الاختيار ديالكم. والمول كيف ما كان، انا عندي هذا المول هذا طويل كيجيني فيه مزيان، كنديروا فيه الشوفلور ديالنا وكنخويو عليه الخليط. ومن بعد انا بالنسبه ليا نسيت ما ضفتش القزبر والمعدنوس في الاول، ولكن الا نسيتو كنديروا من الفوق هكذا كيجي حتى هو لذيذ، وكنضيفوا عليه شويه ديال الفرماج المثلث اولا الفخوماج عادي. بالنسبه لي انا درتهم هنا بجوج، كانوا متوفرين عندي بجوج، كيجيو لذاد 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 بزاف بزاف. ذوقوهم، جربوها وذوقوها وردوا عليا الاخبار يا بنات. فهنا كما كتشوفوا البنات، انا ضفت الربيع وغادي نضيف الفرماج، وغادي نضيف الفرماج محكوك. ها هو البنات الشيفلور ديالنا كيف ما كتشوفوا واجد، غادي نديروه في الفران، وكل وحده والفران ديالها، كل وحده كتعرف الفران ديالها. كاين اللي كيديروا على 160 على 180، انا بالنسبه ليا كنديرها على 170، كتجيني هي هذيك. ها هي البنات بعد ما طابت جات بحال هكذا، وانا اليوم رافقتها بالحوت في الفران سومون، يعني سلمون درته في الفران حتى هو، حتى نوريكم شي خطره الطريقه ديالو كيفاش تيجي، تيجي رائع. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتجربوه وتردوا عليا الاخبار، وشكرا لكم بزاف البنات، وبصحه وراحه، والى الملتقى ان شاء الله. سلامه.